Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards, and today we'll do a general English uh, test for third year secondary English from Al-Masr test booklet. Let's share the screen and do that together. So, the first question is, time is organizing when you do things and for how long? و uh, uh, وتعرف تعملها لمده قد ايه يبقى ده اسمه ايه؟ Time Management يبقى اذا إيه Time Management uh, فن اداره الوقت او تنظيم الوقت. طيب نمبر 2 Students should be assessed regularly the synonym of Assessed is يجب ان انت تخت... يعني تقيم الطلبه بشكل دوري يبقى اذا uh, re... uh, السينونيم او المرادف بتاع كلمه assessed هي نفس معنى evaluated يبقى ايه assessed او evaluated معناها يقيم يتم تقييمه يعني يبقى ايه برضو الاجابه الصحيحه طيب number 3 your study should not take more than two hours and then have a rest for 15 minutes يبقى your study ايه your study session فتره المذاكره بتاعتك المفروض ما تتجاوزش ساعتين وبعدين خد لك بريك وبعدين ارجع ذاكر مره اخرى، وبعض الناس بيبقى for one hour، وبعدين ياخد مثلا 10 minutes، وبعدين يرجع ياخد another period او session of studying. يبقى إذا هنا session معناها فترة أو وقت للمذاكرة study session. طيب نمبر four, as they live in a volcanic area, they used to have a or an from time to time. لأن هم كانوا عايشين في منطقة بركانية يعني فيها براكين فهم بيعملوا عملية إخلاء من وقت إلى الآخر فإذا عملية إخلاء اسمها إيه؟ evacuation يبقى عايزين ناون وهنا معناها evacuation إخلاء يبقى إذا دي الإجابة الصحيحة طيب سؤال number five to make something seem better uh, larger or worse than it really is uh, means to a عشان يعني تبين حاجة أحسن بكتير من مما هي عليه أو أسوأ بكتير يبقى ده اسمه إيه؟ It means to exaggerate فكلمة exaggerate يعني يبالغ يبالغ سواء بشكل جيد أو بشكل سيء فكلمة exaggerate يعني يقول إن حاجة much more than it really is وإذا نسي هنا الإجابة الصحيحة exaggerate يعني يبالغ طيب number six our captains talk affected us a lot عايز يقول يعني ان حديث الكابتن او القائد عمل لنا يعني ايه ملهم بالنسبه لنا واثر علينا يبقى اذا inspiring كلمه inspiring هنا مستخدمه كصفه بمعنى حديث ايه ملهم inspiring talk affected us a lot يعني اثر فينا كثيرا اوكي وخلانا we want or we can win the cup يعني يعني نعتقد إن إحنا ممكن نفوز بالكأس، يبقى كلمة inspiring talk معناها حديث ملهم. طيب يبقى إيه الإجابة الصحيحة؟ Number seven, when something gives uh, you hope and confidence, it is encouraging، حاجة بتديك يعني ثقة وبتديك آه آه يعني أمل يبقى يبقى ديت حاجة إيه encouraging يعني تشجع، مشجعة يعني يبقى إذاً بي الإجابة الصحيحة. طيب نشوف سؤال نمبر 8 they managed to design a new advanced robot on their own the opposite of the word design is to uh, كلمة design يعني uh, يصمم حاجة عكس design بقى معناه destroy يحطم هذا الشيء بدل ما design يعني uh, يبني ويصمم uh, عكسها destroy يعني يحطم إذن C هنا أقرب حاجة لضد أو العكس بتاع كلمة design يبقى C طيب نمبر 9 the interviewer uh, asked me where before applying for this job يبقى where have you worked before applying for this job يبقى إذا D وأنا بعمل reporting بقى he he uh, asked me where I had uh, applied before I applying for this job. يبقى have worked في الغير مباشر تبقى had worked. Okay. لأن المضارع التام بنحوله لماضي تام أثناء ما بحول من direct ل indirect. فإذا كان الكلام المباشر أو direct بتاعه have you worked. لأنها كانت بصيغة سؤال كمان. يبقى إذا دي الإجابة الصحيحة. طيب شوف السؤال نمبر 10 It wasn't till he that he applied for a good job عندنا في حدثين تموا حاجة حصلت وبعدين قدم للوظيفة يبقى أول حاجة في الماضي التام He had graduated يبقى أول حاجة تخرج وبعدين he applied for a good job قدم على وظيفة كويسة يبقى had applied الأول يعني تقدم إلى Sorry, had graduated تخرج وبعدين applied يعني تقدم للوظيفة يبقى A had graduated ال A, A الإجابة الصحيحة. طيب نشوف number 11 the car worked properly when it last night. يبقى when it was fixed هنا مبنية للمجهول وفي الماضي يبقى I was aware were التصريف التالي فهنا was fixed B الإجابة الصحيحة. طيب سؤال number 12 the manager delighted Uh, when he told him about the increase in our sales this year. يبقى the manager A looked delighted. بدا عليه السعادة أو إنه كان فرحان لما عرف إن إحنا زودنا المبيعات في هذا العام. يبقى the manager looked هنا looked delighted أي من الأفعال اللي بيجي بعدها صفة اللي هي delighted تصريف التالت يعبر أو يستخدم أيضا كصفة. يبقى looked delighted. looked A الإجابة الصحيحة. طيب نمبر 13 i regretted him my mobile to make a phone call he dropped it and it was broken يبقى i regretted a lending him اوكي okay. هنا uh, regret بيجي بعدها يا اما to زائد الفعل يا اما الجيرند والمعنى مختلف اما اقول i regretted lending him يبقى انا سلفت الموبايل فعلا وانا اندم على هذه الواقعه اوكي okay. يبقى اذا سي uh, الاجابه الصحيحه طيب نمبر 14 she got her new washing machine installed ده معناه ايه she got someone to install her washing machine يبقى بي يبقى got her washing machine installed يعني واحد تاني هو اللي ركب ال 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 الواشنج ماشين او الغساله الجديده مش هي اللي ركبتها يعني someone else لما اقول she got it installed معناها someone else Uh, installed it for her. يبقى إذا B الإجابة الصحيحة. شوف السؤال نمبر uh, 16. Uh, babies always get their meals prepared يبقى إذا حد بيحضر الوجبات للأطفال مش الطفل الصغير الرضيع هو اللي بيحضر الوجبة بتاعته. يبقى إذا B سوري D prepared هي الإجابة الصحيحة. طيب uh, السؤال بقى نمبر 17. The essay is a genre of writing which tends to explain, illustrate or explicate something in a way that it becomes clear for the reader. سيبها expository. إجابة من expose يعني يوضح أو يشرح، فهي نوع من الكتابة بتخ- ب... بتوضح وتفسر uh, الشيء عشان القارئ يفهمه ويبقى واضح قصاده يعني. فإذا expository دي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال اللي هو 18 which of the following is an end uh, salutation in a formal letter or email دايما بقول yours faithfully ديت بنهي بيها الايميل لما يكون ايميل رسمي يبقى اذا بي الاجابه الصحيحه سؤال نمبر 19 choose the sentence with the correct punctuation هلاقي ان اي اسماء needs medical help her bones ache اوكي يبقى في جملتين وبعمل بعد السيمي كولن بوضح يعني هي محتاجة إلى رعاية طبية هير بونز ايك اللي هو شرح بقى يعني إن إن العظم بتاعها بيوجعها يعني okay. أوكي يبقى إذا إيه الإجابة الصحيحة طيب 20 هاني إز أي مان يبقى أي كليفر يونج مان بترتيب الصفات أقول كليفر يونج مان يبقى إذا دي الإجابة الصحيحة أه نكتفي بهذا القدر يعني هنقف عند الريدنج وبعدين في الفيديوهات القادمة هنشرح جزء الريدنج وجزء الترانزليشن مع بعض فإن شاء الله تابعونا ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب